أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا حاج عدلي على هذه القراءة الطيبة. معانا منى من السويس، تفضل يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. خلي بالك الفاء، الفاء ساكنة مش مقلقلة. قد أفلح خلي بالك الدال مقلقلة. قد أفلح من تزكى. الدال هي المقلقلة. أيوة الدال. قد أفلح من. أيوة الدال هي المقلقلة. اسمعيني كده. قد أفلح. أفلح. قد أفلح. أيوة. قد أفلح من تزكى. ما شاء الله. وذكر اسم ربه فصلى. خلي بالك الهمزة همزة وصل. وذكر اسم ربه. وذكر اسم ربه فصلى. جميل. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما شاء الله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شرح الله صدرك. ما شاء الله يا أستاذ منى، جزاكم الله خيرا. معنا محمد وسلمى من البحيرة، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا حبيبي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جميل يا محمد، بس خلي بالك من الأحكام يا محمد. أنت جميل وقراءتك جميلة، بس كانت عايزة شوية أحكام شوية. معانا سلمى، تفضلي يا سلمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتجنبها الأتقى. أيوة الأشقى. أيوة. الذي يصلى النار الكبرى. في برضو النون مشددة هنا برضو في النار. الذي يصلى النار، انت قلت ايه؟ ويتجنبها، يبقى برضو الذي يصلى النار. الذي يصلى النار الكبرى. برافو. ثم لا يموت وهنا فيها برضو. ولا يحيا. وثم الميم مشددة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تمام. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله في محمد وسلمى، وبارك الله في أهل القرآن جميعا. إحنا الأحكام بسيطة وسهلة جدا يعني، بس خلي بالك يا سلمى من الحياة. الحياة المد فيها أصلي، ما بيزيدش عن حركتين، ما بيزيدش في الكلام والقراءة عن حركتين.